السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، نتائج مباريات اليوم الجمعة 21/6/2024 في الجولة الثانية من يورو 2024 كأس أمم أوروبا. قبل ما نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الجمعه 21/6/2024 في الجوله الثانيه من بطوله امم اوروبا او كاس امم اوروبا يورو 2024، سلوفاكيا اليوم خسرت من اوكرانيا 1-2، بولندا خسرت من النمسا 1-3. الهدف الثاني للنمسا عن طريق كريستوفر باومجارتنر في الدقيقة 66، وماركو ارناوتوفيتش ضربة جزاء في الدقيقة 72 سجل الهدف الثالث. وهولندا اكتفت بالتعادل السلبي أمام فرنسا 0-0. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على هو غدا بإذن الله تعالى السبت 22/6/2024 عندنا 3 مباريات، أهمهم تركيا أمام البرتغال 7 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. خلينا اقول لك القناه الناقله لهذه المباراه، القناه الناقله لتركيا من البرتغال قناه بي ان سبورتس ماكس 2 الثانيه، والمعلق علي سعيد الكعبي وبي ان فوركي ايضا. طيب خلينا نتعرف بقى على نتائج مباريات اليوم. عرفنا موعد مباراه تركيا والبرتغال، خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم ترتيب الهدافين. في المركز الاول في ترتيب المجموعات المانيا 6 نقاط، سويسرا المركز الثاني 4 نقاط، اسكتلندا المركز الثالث نقطه، المجر المركز الرابع بدون نقاط. المانيا تاهلت الى دور الستاشر، وسويسرا بنسبه كبيره ممكن تكون افضل توالد. المجموعه بي الثانيه تضم اسبانيا المركز الاول 6 نقاط، ايطاليا المركز الثاني 3 نقاط، البانيا المركز الثالث نقطه، كرواتيا المركز الرابع الاخير نقطه. اسبانيا تاهلت الى دور الستاشر رسميا هي كمان. والمجموعه سي الثالثه تضم انجلترا المركز الاول 4 نقاط، سلوفينيا المركز الثاني نقطتين، الدنمارك المركز الثاني نقطتين، وصربيا المركز الرابع الاخير نقطة وحيدة. طب في ناس بتقول انجلترا لسه ما يعني لسه متأهلتش رسميا، هي انجلترا لعبت مين لحد دلوقتي؟ لو جينا نشوف كده المباريات هتلاقي ان انجلترا فازت على صربيا وده اقوى فريق بعدها، والمفروض انها اعتقد تعادلت امام الدنمارك، اتهيألي انها تعادلت امام، لا هي فازت على صربيا دي في الجولة الأولى. في الجولة الثانية انجلترا تعادلت أمام الدنمارك، يعني فاضل سلوفينيا. طيب تعالى بقى نشوف، يعني كان انجلترا تلعب سلوفينيا في الجولة الثالثة والأخيرة. نرجع تاني لترتيب المجموعات، مجموعة انجلترا تلعب سلوفينيا والدنمارك هتلعب صربيا. تخيل معايا ان الدنمارك فازت، حلو زي الفل، وانجلترا تعادلت، هتبقى انجلترا كام نقطة؟ 5 نقاط، والدنمارك هتكون 5 نقاط، انجلترا اول يا الدنمارك تاني. طب تخيل معايا ان الدنمارك ان صربيا هي اللي كسبت، حلو، انجلترا اتعادلت، يا سيدي انجلترا خسرت والدنمارك كسبت، هتبقى برضو انجلترا 4 نقاط وتأهلت كمركز تاني. يعني انجلترا خارجة من الحوار ده، حتى لو خسرت هتبقى يا اول يا تاني. تمام، لحظه كده، لو خسرت لا هتبقى افضل توالد، انا اسف، لو الدنمارك كسبت وانجلترا خسرت تبقى افضل توالد، هيبقى عندها 4 نقاط، لان ساعتها الدنمارك هتكون 5 وسلوفينيا 5، فبنسبه كبيره انجلترا تاهلت. بس يعني الفكره في كده، يعني يا اما اول يا اما تاني يا اما افضل توالد. يعني المجموعه دي الرابعه تضم هولندا المركز الاول 4 نقاط، فرنسا المركز الثاني 4 نقاط، النمسا المركز الثالث 3 نقاط، وبولندا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. هولندا وفرنسا فرصهم اكبر من النمسا، بس لسه الموضوع هيتحسم مين الاتنين اللي مؤكدين في الجولة الاخيرة. مجموعة اي الخمسة ولسه ملعبوش الجولة التالتة التانية تضم رومانيا المركز الاول 3 نقاط، سلوفاكيا المركز الثاني 3 نقاط، اوكرانيا المركز الثالث 3 نقاط، وبلجيكا المركز الرابع الاخير بدون نقاط، كله 3. اما المجموعة اف المجموعة، استنى لحظة واحدة اسف، اوكرانيا وسلوفاكيا لعبوا مباراتهم في الجولة التانية، اما رومانيا لسه هتلعب مع بلجيكا الجولة التانية، لسه ملعبتش.
المجموعة اف الستة تضم تركيا المركز الأول 3 نقاط، البرتغال المركز الثاني 3 نقاط، التشيك المركز الثالث بدون نقاط، وجورجيا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. والمجموعة دي لسه ملعبتش أصلا بقى، بس عندنا مباراة قوية ما بين تركيا والبرتغال غدا بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف الآن على ترتيب الهدافين. في المركز الأول إيفان سكرانز لاعب سلوفاكيا سجل هدفين، وجمال مرسال لاعب ألمانيا. بعد كده أكتر من لاعب سجلوا هدف واحد، نذكر بعضهم يعني: ألساندرو باستوني لاعب إيطاليا، أردا جولر لاعب تركيا، أندريك كراماريتش لاعب كرواتيا، ألفارو مارت لاعب إسبانيا، مين كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك، كودي جاكبو لاعب هولندا، دانيال كارفخال لاعب إسبانيا، إيمير تشان لاعب ألمانيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معاكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.